بشكر الصديق العزيز باشمهندس نجيب ساويرس وباشمهندس سميح ساويرس على المهرجان العظيم اللي كل سنه ورا سنه بياكد نجاحه وقوته دايما في نجاح يا رب. احمد السقا مش هقدر اشكره، يعني انا عارف هو حاسس بايه وانا حاسس بايه، وهو ده العشم بتاع الاخوه. يعني انا زمان قلت انا نفسي الاقي نفسي واد حبيب وبيه، وطلبت شويه طلبات كده الحقيقه. بس واضح الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمني واداني اكتر مما تمنيت. اداني حب الجمهور، واداني حب زمايلي اللي هو حبكم، واداني وشرفني ان انا اكون واحد من الاسره الفنيه المصريه، وده شرف كبير جدا جدا ان انا اكون من فنانين مصر. متشكر جدا 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 على كل حاجه، وان شاء الله يعني نحاول نسعدكم اكتر واكتر. مش عارف اقول ايه غير الحمد لله، وانا بحبكم قوي 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 قوي. كمان نانا حبيبي، كمان نانا حبيبي، ربنا يخليكم، وانا متشرف بالجائزه وفعلا عاجز عن الشكر والكلام. ميرسي جدا جدا جدا. ونفسي اقول حاجه صغيره، فنانين مصر في لحظاتهم السعيده في حاجات مهمه ما بينسوهاش الحقيقه، يعني وهو النهارده سقط شهداء من القوات المسلحه في سيناء، فاحنا عايزين تحيه تقدير